الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الأحبة الكرام، كنا قد وعدناكم أن نستكمل بعد العيد ما انقطع من الحديث فيما يتعلق بالدين والدولة، وكنا قد استفتحنا الكلام على ما يتعلق باختيار الحاكم في الدولة، وكنا وقفنا في واجبات السلطان أو واجبات الحاكم، الواجبات الشرعية على الحاكم. وأول هذه الواجبات العشرة، وهي عشرة واجبات، أولها حراسة الدين. أول واجب من واجبات السلطان أو الحاكم أو الرئيس أو الملك حراسة الدين، أي حماية الدين من المهددات الفكرية ومن الآراء المضلة ومن البدع والمذاهب الأرضية الفكرية المعاصرة. هذا من أوجب واجبات الحاكم والسلطان، أن يحافظ على دين رعيته، أن يحافظ على دين رعيته. هذا من أوجب واجبات السلطان والحاكم، يحافظ عليهم كما فعل عمر رضي الله عنه لما رفع إليها رجل، أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان من الشام يخبرها عن رجل اسمه صبيغ يجمع آيات الكتاب ويضرب بعضها ببعض، فكتب معاوية إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فقال عمر رضي الله عنه، أرسل إلى معاوية أن ائتني به، ائتني بصبيغ. فأرسل معاوية رضي الله عنه أبا موسى الأشعري ومعه صبيغا إلى المدينة، وأدخله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أدخل على عمر قال صبيغ: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر، أنت الذي تقول كذا وكذا في كتاب الله؟ قال: نعم. فأخرج عمر من ورائه عراجين النخل فضربه بها حتى أدماه، ضربه بها حتى أدماه. فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني. فضل فضل إن كنت فضل فضل الله يحفظك. قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت شفاك الله. يعني ذهب ما كنت أجده من ضلالات بسببي. ثم أمر عمر رضي الله عنه به أن يعاد إلى الشام مرة أخرى، وأمر الناس ألا يكلمونه وأن يهجرونه. فكان صبيغ إذا جلس في مجلس قام جميع الناس وانصرف ويقولون: هذه وصية أمير المؤمنين لنا، هذه وصية أمير المؤمنين. فكانوا يهجرونه. هذا الهجر أسلوب شرعي للحفاظ على الدين، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أول واجب من واجبات السلطان ذكره أهل العلم في ذلك. الواجب الثاني، يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: أولها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنهم أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. أما الثاني، قال الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. هذا الثاني من واجبات السلطان، تنفيذ الأحكام الشرعية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا الثاني من واجبات السلطان، أن يعدل بين العباد في الحكم، أن لا يحابي أحدا، أن ينصف المظلوم وأن ينتصر من الظالم، وأن ينتصف من الظالم، أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يحكم بينهم بالحق وبالعدل الذي بينه الله جل وعلا في كتابه، حتى لا يبقى في الأمة مظلوم.
ولا يبقى في الأمة ظالم. هذا من واجبات السلطان المنوطة به. الثالث حماية البيضة، حماية بيضة الإسلام أي بلد الإسلام، والذب عن الحريم أي عن حرمات الدين، ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. هذا الثالث من واجبات السلطان، حماية حدود الدولة من البغاة والمعتدين الذين يريدون أن ينهبوا الثروات أو الذين يريدون أن يغزوا بلاد المسلمين ليخرجوهم من دينهم أو نحو ذلك. فهذا ثالث واجب من واجبات السلطان. الرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. هذا الرابع من واجبات السلطان إقامة الحدود، أن يقطع يد السارق، أن يرجم الزاري، أن يقتل القاتل عمدا، أن يجلد شارب الخمر. هذه حدود الله جل وعلا، من واجبات السلطان أن ينفذها وأن يقيمها، ليس فقط أن يكتبها في القانون أو أن يكتبها في الدستور، لا، أن يقيمها فعلا، أن يقيم دين الله. الله جل وعلا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلا يكفيه أن يكتبها فقط في القانون ولا ينجيه أن يكتبها في الدستور، بل يجب عليه أن ينفذ هذه الأحكام، أن يقيمها كما أمر الله جل وعلا بشروطها الشرعية المعروفة في كتب أهل العلم. قال الخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة، بالعدة المانعة والقوة الدافعة، حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهدا دما. هذا الخامس من واجبات السلطان تحصين الثغور. هناك مناطق متنازع عليها بين بلد المسلمين وبين البلدان الأخرى، هذا موجود من قديم، يسمى الثغور، مناطق نزاعات، مناطق حدودية يكون فيها نزاعات. من واجب السلطان أن يحصن هذه الثغور تحصينا دائما، حتى لا تكون منفذا لأعداء الله ولأعداء الأمة يدخلون من خلالها فيزهقون الأنفس وينتهبون الأموال. يقول السادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله، كما قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكما قال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال جهاد من عاند الإسلام، هذا الشرط لو ذكر اليوم في أي موضع لقال الناس عنه ماذا؟ إرهابي، أليس كذلك؟ هذا من الشروط المجمع عليها من واجبات السلطان. لو قال الناس هذا الشرط اليوم في أي مجمع من المجامع فقالوا هذا يتحدث عن التاريخ. نعم هو كلام مثل الخيال، لكنه دين الله، نحن ابتعدنا عنه، دين الله ثابت. من مميزات دين الله الثبات، ومن مميزات من يأخذ بدين الله أن الله يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا ديننا، لا نستحي منه ولا نتنكر له، حتى ولو تسلط الأعداء علينا فإن أحكام الدين لا تتغير ولا تتبدل. يقول السادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله، هذا بنص قول الله حتى ويكون الدين كله لله. السابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف، هذا السابع من واجبات السلطان. جباية الفيء، الفيء المال الذي يغنم من الأعداء بلا قتال، المال الذي يغنم من الأعداء بلا قتال، وألحق به كثير من أهل العلم ما تستخرجه الدول من الأرض، من باطن الأرض، من بترول ومن ذهب ومعادن إذا كانت الدولة هي التي استخرجته. أما إذا استخرجه أحد المسلمين فإنه ملك لمن استخرجه، لا يحل منازعته فيه.
ملك لمن استخرجه، لا يحل منازعته فيه، لا يحل للدولة أن تتحكم في استخراج الذهب أو تحجر على المسلمين فيه. إن أمكن الدولة أن تستخرج هي الذهب فهو لبيت مال المسلمين، وهذا أحد أنواع الخراج التي تدخل على خزينة الدولة. قال: والصدقات الزكوات على ما فصله الله جل وعلا في كتابه، زكاة الأموال ربع العشر، زكاة الزروع والثمار العشر إن كان مسقياً بالمطر، ونصف العشر إن كان مسقياً بآلات الري المعروفة، وفي البهائم الزكاة المقدرة في الغنم، والزكاة المقدرة في البقر، والزكاة المقدرة في الإبل. هذه الزكوات لو أخرجت من التجار بصدق وحق لأغنت الفقراء ولكفتهم، لأغنت الفقراء ولكفتهم، وربما لم احتاجوا إلى غيرها من الأموال الأخرى. أما ما يسمى بالجمارك وما يسمى بالضرائب فهذه محدثات أحدثت في العصور المتأخرة، وهي أموال تؤخذ بغير حلها، وهي مكوس محرمة من كبائر الآثام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية لما زنت ورجمها وطار الدم في على خالد، فعلى رجل من المسلمين فسبها، فقال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه. لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله منه. صاحب المكس هو الذي يأخذ المال على إدخال السلع إلى الأراضي، إذا مر أحد بتجارة في أرضه أخذ منه شيئا، هذه هي المكوس، هي الجمارك بلغة العصر. الحالة الوحيدة التي أخذ فيها المسلمون العشور أو المكوس هي أخذها من الكفار المحاربين إذا عاملونا بذلك. يعني لما سئل، لما قيل لعمر إن الكفار يأخذون من تجار المسلمين العشر، أمر أن يؤخذ من تجارهم العشر من باب المعاملة بالمثل، لأنهم كانوا إذا أخذ مسلم تجارة وذهب بها إلى بلاده ذهب بها إلى بلادهم أخذوا منه عشر قيمة التجارة. فعمر رضي الله عنه عاملهم بالمثل، إذا جاءنا أحد النصارى بتجارة من خارج البلاد وأدخلها إلى البلاد كان يأخذ أيضا منهم العشر معاملة بالمثل، أما المسلم لا يأخذ منه عشر ولا يأخذ منه مكوس، إنما على المسلم في ماله، إنما على المسلم في ماله الزكاة التي فرضها الله جل وعلا ولم يفرض عليهم شيئا غيرها. قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه من أجر. لا يوجد على المسلم في دين الله حق مالي تجاه غيره إلا زوجته وأسرته، لا يوجد حق مالي عام إلا هذه الزكاة التي فرضها الله جل وعلا وبينها في كتابه. ما عدا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. مال المسلم معصوم، كما أن دمه معصوم وكما أن عرضه معصوم. يقول الثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقدير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. هذا الثامن من واجبات السلطان، أن يقسم بيت المال بين المسلمين بالسوية، يقدر العطاء في كل سنة ويقسمه سنوياً، يقسم العطاء من بيت المال سنوياً على المسلمين. هل أحد منكم جاءه هذا العطاء يا عباد الله؟ هل أحد منكم جاءه عطاؤه حقه من بيت المال؟ هذا كان هذا من واجبات السلطان التي بها يستحق السمع والطاعة، التي بها تنعقد شرعيته، أن يقسم بيت المال على المسلمين بالسوية، تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير. التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة. يقول لك حكومة كفاءات، هذا 370 من الهجرة، هذا مقرر في دين المسلمين. يقول:
استكفاء الأمناء، استكفاء الأمناء يعني تعيين الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليه من الأعمال ويكله إليه من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة ليس بالولاء، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة، لتكون الأعمال بالكفاءة والأموال بالأمانة. في المال تحتاج إلى الأمين، في العمل تحتاج إلى صاحب الكفاءة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال العلماء هذه القوة قوة في دينه وقوة في بدنه وقوة في عمله. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ أمين عليم، أعرف كيف أتصرف في هذه الأموال. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هنا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين على بيت المال، عليم أعرف كيف أقسم هذا المال وبأي مقدار حتى ننجو من 7 العجاف التي ستأتي بعد 7 السمان. يقول العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور. قبل ذلك هذا 9 أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل وما ضياعها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله، إلى غير أهله. كل ولاية من الولايات في الدولة لها أهلها، الصناعة لها أهلها، التجارة لها أهلها، بيت المال أو وزارة المالية لها أهلها، الأوقاف لها أهلها، الجيش والدفاع له أهله، الشرط والعسس لها أهلها، كل وزارة كل عمل له أهله، ليس بمجرد أنه من حزبي هو اللي، لا، هذه أمانة استأمن الله تعالى عليها الحاكم والسلطان أن يولي الأمناء والكفاء أصحاب الكفاءة. يقول العاشر من واجبات الحاكم والسلطان أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة، ولا عبره في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولقد أصاب الشاعر في وصفه فيما وصف به الزعيم المدبر حيث يقول وقلدوا أمركم لله دركم، وقلدوا أمركم لله دركم، رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا لا مترفا إن رخاء العيش ساعده، ولا إذا عض مكروه به خشعا ما زال يحلب در الدهر أشطره، يكون متبعا يوما ومتبع، يكون متبع متبعا يوما ومتبعا حتى استمر على شزر مريرته مستحكما 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 الرأي لا فخما ولا ضيعا. هذا العاشر أن يباشر الأمور بنفسه، لا يكفي أن يعين والي على الولاية الشمالية ووالي على الولاية الشرقية ووالي على الولاية الغربية ووالي على الوسط، لا يكفيه هذا، لا بد أن يباشر بنفسه الأمور. عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله العامل عندهم، كان يسمى الأمير عامل، العامل الذي الوالي كان يسمى في عهد الصحابة عامل، كتب إلى عماله أما بعد فإن أهم أمركم عندي الصلاة فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. انظر عمر رضي الله عنه يتفطن أحوال الولاة، ينظر فيهم، ينظر في دينهم،
في صلاتهم في قسمهم للمال. جاءته شكوى من الشام على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فسكت، ثم جاءته شكوى ثانية، فأرسل أبا عبيدة بن الجراح يستخبر الأمر، فذهب أبو عبيدة ينظر ويسأل ما تقولون في سعد، فكلهم أثنوا عليه خيرا إلا رجل قال أما وقد سألتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية. جاب له سجع، فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان قد قام رياء اللهم فأطل عمره وأدم فتنته. دعا له بماذا؟ طول العمر مع دوام الفتنة. قالوا فرأيناه بعد أن كبرت سنه يتعرض للجواري في الأسواق، كبرت سنه وسقط حاجباه، يتعرض للجواري في الأسواق، فإذا كلم في ذلك قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. استدعاه عمر إلى المدينة وقال يا سعد إنهم قد شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن الصلاة، حديث في البخاري. فقال سعد رضي الله عنه أما إني لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. فقال والله ما جاوزت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتفقد الرعية، لا يفوض الأمر إلى الوالي ويسكت، لا، يتابع الوالي بين الفينة والأخرى، يتتبع ولاته. بل عمر رضي الله عنه كان من أوائل من أتى بسياسة التدوير. التدوير يعني الوالي ما يفضل والي 10 سنين أو 20 سنة، لا، قاعد هنا 4 5 سنوات يأخذه ويذهب به إلى ولاية أخرى، ليس يذهب به لأجل فساد، مش بعد ما يتقبض نهب مالا في هنا فيؤخذ من الولاية هذه ويذهب إلى الولاية الثانية لينهب أيضا، لا، والي بقي 5 سنوات بلا أي تهمة ولا أي سرقة ولا أي انتهاب، يأخذه عمر من هذه الولاية ويذهب به إلى ولاية أخرى. عزل خالد بن الوليد بتهمة؟ لا، وقال لخالد أما إني لم أعزلك أعزلك عن تهمة. عزل أبا هريرة من البحرين، فجاء أبو هريرة من البحرين بمال كثير، فقال له عمر يا عدو الله أخذت مال المسلمين؟ فقال أبو هريرة يا أمير المؤمنين إنما هي تجارة ربحت، وسل أهل البحرين، تجارة ربحت وسل أهل البحرين. فقاسمه عمر ماله، ما تحلل، هذا ليس تحلل، تحلل بتاع الجماعة ذاك لا، هذا مختلف، هذا لم ينتهب وليس عليه شبهة ولم يثبت عليه أنه أخذ مالا ولا اتهم بذلك أصلا، ما اتهم في ذلك، إنما عنده تجارة ربحة. ومع ذلك عمر رضي الله عنه رأى أن تجارته ربحت لأنه أمير، رأى أن تجارته ربحت، ليس اتهاما لأبي هريرة ولا تخوينا له، لكن رأى أن الناس جاملوه لأجل أنه الأمير، فقاسمه المال، نصفه لبيت المال ونصفه لأبي هريرة رضي الله عنه. هكذا كان يتعامل مع الولاة، وقال لقد هممت ألا أقر أميرا في ولايته أكثر من 4، إن كان عادلا مله الناس، وإن كان ظالما فيكفيهم من ظلمه 4 سنوات. هذا في الوالي الأصغر وليس في الوالي الأكبر. الوالي الأكبر سيأتي معنا أن الولاية الكبرى يعني الأمير العام والرئيس لا تحدد ولايته ب4 ولا بغير 4، إنما تزول ولايته إذا ترك الحكم بالكتاب أو إذا فقد عقله أو بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعته،
إذا لم يقودنا بكتاب الله فعند ذلك يجب أن ينزع ويؤتى بغيره. قادنا بكتاب الله له السمع والطاعة إلى أن يموت. وبذلك جرى الإجماع العملي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، جرى عمل المسلمين على ذلك، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. هذه واجبات السلطان العشرة التي بها ينال حق السمع والطاعة، وبها يكون إماراً أميراً شرعياً أو رئيساً شرعياً. بدون هذه الواجبات تسقط شرعيته، يسقط حقه في السمع والطاعة. أكتفي بذلك حتى لا أطيل عليكم، يعني سيكون كل مجلس يعني حوالي نصف ساعة بإذن الله تعالى نذكر فيه مسألة من المسائل المتعلقة بالدين والدولة. هذا والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم.